المجلس بنمثل جميع اطياف الجمعيه العموميه، بنستوعب كل اراء ومقترحات الجمعيه العموميه. احنا المجموعه اللي موجوده لما هدفها الرئيسي ان النقابه تسير في اعمالها وادائها النقابي والمهني فقط لا غير، ودون الدخول في اي توجه او تيار سياسي. ولما استشعرنا ان البعض بيدفع حتى لو من خارج المجلس، وبعض الزملاء في المجلس بينصاب دون ان يدفع هذا الامر، تصدينا ليه وطقنا امامه، ونحن نحترم مؤسسات الدوله، لكن تظل الازمه الحادثه قائمه، واقتحام نقابه الصحفيين وهو شيء لا نقبله على الاطلاق، ولا بد ان ترتد كرامه الصحفيين وكبرياء في هذا الامر.